ايضا يعني لا تواتر بقى اللي هو المسؤول الجهاز الطبي دكتور خالد محمود، لا تواتر لما كلمة فيه طبعا الكابتن سامي انفون، الكابتن السيد عبد الحفيظ، دكتور عمرو محب. يا فاروق، فاروق نقطة مهمة برضو هنعيد ونزيد ونأكد عليها، لأن هو ده النادي الأهلي. إحنا دلوقتي يا جماعة مش بننقل أجواء احتفالية بفوز الأهلي على الوداد أبدا، إحنا ما بنحتفلش غير لما نفوز باللقب، إحنا بس بنعيش جمهور الأهلي في أجواء وصول الفرقة. طبيعة قناة الأهلي إن أنت تعيشهم لحظة بلحظة في كواليس السفر وكواليس العودة وكل هذه الأمور المهمة يعني. أمير كابتن ثاني يعني بقى تبارك للكابتن سامي بالمباراه، ولسه عندنا شوط ثاني معاك الكابتن كابتن سامي يعني. يا كابتن سامي صباح الفل عليك. بخير يا امير، الف مليون مبروك في الحقيقه، عملتوا مباراه كبيره جدا جدا، والف حمد لله على السلامه. الله يخليك، مبروك عليك ومبروك للنادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه الجهاز الفني وكل المنظومه كلها. الحمد لله، الله يبارك فيك يا كابتن سامي. وفي الحقيقه احنا منتظرين البطوله كمان، وجمهور الاهلي منتظر البطوله باذن الله تعالى. ان شاء الله يا خطوه، ان شاء الله قدامنا خطوتين ان شاء الله بالظبط نركز فيهم ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يوفقنا. عايز اخد تقييم الجهاز الفني لاداء اللعيبه امبارح في مباراه الوداد يا كابتن سامي. طبعا الراجل اتكلم طبعا مع اللعيبه وشكرهم طبعا على الجهد اللي عملوه والتركيز والالتزام المستطاب اللي الراجل وضعها. الحمد لله الحمد لله، انت عارف لعيبه النادي الاهلي دايما في المواعيد ودايما عندها شخصيه اللي بتفرضها على اي تيم هي بيلعبها يعني. فالحمد لله زي ما انت قلت نتيجة مرضية، ولسه نفكر ان شاء الله في الفترة اللي جاية ان شاء الله المباراة القادمة ان شاء الله لحد ما نوصل نهائي. هل تم تنفيذ كل التعليمات اللي قالها الجهاز الفني للاعبين، ولا كان في بعض الامور اللي كانت ممكن تؤدي لنتيجة اكبر من كده كان ممكن اللاعبين يقدروا يحققوها من خلال تعليمات الجهاز الفني يا كابتن سامي؟ لا الحمد لله، اعتقد بنسبة كبيرة جدا اللعيبة ادت المطلوب يعني. يمكن كان في فرص طبعا طبعا، لكن ده التوفيق طبعا وارد مثل ما كان، ونشكرهم طبعا على جهودهم ان شاء الله التركيز الماتش الجاي، وربنا ان شاء الله يوفقنا بيه. الاهلي امبارح او الجهاز الفني عمل 3 تغييرات بس كابتن سامي، رغم انه ممكن كان يعمل 5 تغييرات، وجهه النظر في كده هل تتعلق بجانب لا هي ظروف الماتش كده كده، واللعيب الحمد لله كله مؤدي باداء كويس، ما تبقاش انت محتاج ان انت تغير عشان ما تغيرش في سيستم اللعبه او في الشكل بتاع اللعب. ممكن اللعيب ما يخشش بسهوله المباراه، لكن الحمد لله طبعا اللعيبه اللي ادت برضو ادت بصوره كويسه جدا، واللعيبه اللي نزلت برضو بصوره اللي عملت برضو نفس بصوره كويسه جدا، وشرط اللي انا استنفذ كل التغييرات يعني طالما الفرقه ماشيه كويس بالظبط. طيب استراتيجيه الجهاز الفني في مباراه الاياب بعد فوز المميز جدا في مباراه الذهاب بنتيجه 2-0 ممكن تكون عباره عن ايه؟ لسه هنفكر ان شاء الله الراجل كويس. طبعا احنا بنشكر وان شاء الله من بدايه بكره ان شاء الله نبدا نفكر ان شاء الله في المباراه، لكن انت عارف النادي الاهلي ما بيلعبش الا على الفوز. طيب عايز اسال سؤالين سريعا عشان مش عايز اطول عليك يا كابتن سامي، الحديث اللي دار ما بين اعضاء الجهاز الفني في خلال رحله العوده للقاهره بعد المباراه كان عباره عن ايه؟ لا والله احنا لسه يعني الراجل اتكلم، انت عارف ان احنا خلصنا المباراه وطلعنا على طول على المطار يعني، ما لحقناش طبعا ان احنا نتكلم. ان شاء الله عندنا اجازه يومين، ان شاء الله بعد اخر ان شاء الله نبدا نتواصل ان شاء الله، وبعد كده ان شاء الله نحدد. طيب بتاع الفتره ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله ماشي. بشكرك يا كابتن سامي، شكرا جزيلا كابتن سامي قمصان، والف حمد لله على السلامه للجهاز الفني واللاعبين بعد مباراه كبيره. وفي الحقيقه كان معانا في مداخله من مطار القاهره الدولي وقال لنا تفاصيل كتير جدا وتتعلق بالفريق.